أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قالت العرب آمنا. من هؤلاء العرب؟ قالت العلماء إنهم من بني أسد، أجدبت بلادهم وأصيبوا بقحط فحملوا نساءهم وأطفالهم وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة طامعين في المعونة وادعوا أنهم مؤمنون وما آمنوا. أعراب من بني أسد أجدبت بلادهم وبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويعطي ويسد حاجة المحتاج، فجاءوا بنسائهم وأطفالهم وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم آمنا بك. هكذا يقول تعالى عنهم قالت العرب آمنا. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل لم تؤمنوا، قل لهم يا رسولنا لم تؤمنوا ما آمنتم والله يعلم ما في صدوركم، ما هي إلا الحاجة فقط، جاءوا يدعون أنهم مؤمنون قل لم تؤمنوا، ولكن الصواب قولوا أسلمنا، لأنهم قالوا ما جئنا لنقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان ولكن جئنا فقط للإيمان. فقالهم قولوا أسلمنا انقدنا وأطعنا، أما الإيمان الذي هو استقرار في النفس في القلب التصديق بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه وأن محمد عبد الله ورسول الله وأن البعث حق والدار الآخرة حق، فهذا ما وصلتم إليه ولا يوجد في قلوبكم. قولوا أسلمنا أطعنا وانقدنا وها نحن بين يديك مرنا نفعل ونترك. وهنا لطيفة علمية، كل مؤمن صادق الإيمان فهو مسلم، كل مؤمن صادق الإيمان مسلم ولا تتحرش، لكن ما كل مسلم مؤمن، قد يكون مسلما غير مؤمن كهؤلاء العرب. لماذا؟
المنافق يصلي ويدفع الزكاة ويخرج للجهاد وهو ما يؤمن بالله ولا بالبعث الآخر ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسلم غير مؤمن، وكل مسلم إسلاما حقيقيا إلا وهو مؤمن، لأن الإسلام هو تسليم القلوب والوجوه لله عز وجل، قلبك ووجهك لله، آمنت وأطعت فأنت مسلم. وهكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قالت الأعراب آمنا. ما يعني بالأعراب أعراب العرب كلهم؟ لا، بنو فلان 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 أسلموا وهم مسلمون، لكن من بني أسد هذه العائلة. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لا بأس، صدقتم إذا قلتم أسلمنا، لأنكم انقدتم وأطعتم وجئتم من دياركم إلينا. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ليس معنى هذا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم وحده، ولم يدخل الإيمان وسيدخل في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما هذه تشير إلى أن ما نفي سوف يثبت. أنتم الآن غير مؤمنين، ما دخل الإيمان في قلوبكم وسيدخل في قلوبكم، وبالفعل آمنوا وأسلموا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهنا الإيمان محله ماذا؟ القلب، ما هو اللسان ولا اليد ولا الرجل. كما قلنا المنافق يصلي ويصوم ويطعم ولكن قلبه فارغ، ما صدق بوجود الله أو ألوهيته وربوبيته، ولا صدق بنبوة رسول الله ولا بالبعث الآخر، فما هو بمؤمن مسلم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وفي بشرى أنهم سيؤمنون وسيدخل الإيمان في قلوبهم، وكذلك كان. ثم قال لهم تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله، وإن تطيعوا الله فيما يأمركم به وفيما ينهاكم عنه، وتطيعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فيما يأمركم به وفيما ينهاكم عنه، فتفعلون المأمور وتتركون المنهي، لن لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، ما علمنا بقلوبكم بما أتيتم به، ولكن ستؤمنون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويوفيكم الله أجر أعمالكم ولا ينقصكم من عملكم شيئا أبدا. بشرى لهم أيضا: ولا يلدكم، أي لا ينقصكم من عملكم شيئا، الركعة تعد وساعة الصوم تعد. ثم قال تعالى: إن الله غفور رحيم. هذه بشرى زفت إليهم أيضا، فأعلمهم أن الله غفور لعباده التائبين، رحيم بهم، وباب الله مفتوح. إن الله غفور لكل من يتوب إليه، مهما كانت ذنوبه، مهما كثرت أو عظمت، يغفرها الله لقدرته على ذلك، ما هو بعاجز على أن يغفر ذنبا من الذنوب، كل الذنوب بيده يغفرها. رحيم بكل مؤمنين ومستقيمين في الدنيا والآخرة، ذي صفاته التي تتجلى في رحمته بين عباده. ثم قال تعالى: علمهم، عرفهم ليعرفوا. إنما المؤمنون بصدق وحق، لا بالادعاء والنطق، إنما المؤمنون الكمل في إيمانهم الصادقون فيه، من؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أولا، آمنوا بأن لا إله إلا الله، وآمنوا بأن محمدا رسول الله،
وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، قالوها بألسنتهم وهي موجودة في قلوبهم. ثم لم يرتابوا، ما شكوا بعد ذلك. أما من قال أعلم أنه لا إله أعلم أنه محمد رسول الله عام عامين ساعة ساعة ثم شك، قال كيف يكون الله الإله الأوحد، كيف يكون محمد رسول الله؟ إذا حصل شك بطل الإيمان، لا إيمان مع الشك. ثم لم يرتابوا، فمن ارتاب بمعنى شك فيما كان يعتقده هبط، ما أصبح مؤمنا أبدا. إنما المؤمنون بصدق وحق الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا أولا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وجاهدوا أيضا أنفسهم فحملوها على طاعة الله وطاعة رسوله بفعل المحاب وترك المكاره، وجاهدوا مع رسوله المشركين والكافرين ودفعوا الأموال في ذلك. هؤلاء المؤمنون بحق الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لا في سبيل العنصرية ولا قومية ولا عربية ولا دينار ولا درهم، في سبيل الله من أجل الحصول على رضا الله عز وجل، فأولئك هم الصادقون. هذا الطابع الأخير، فأولئك المذكورون هم الصادقون في دعوى إيمانهم إذا قالوا آمنا، كما قالوا عند دخولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمنا، فأولئك هم الصادقون. فكم هذه الأركان؟ ماذا قال؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أولا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون في دعواهم الإيمان، وحقا أنهم مؤمنون. اللهم اجعلنا منهم. هكذا علمهم ليعرفوا الإيمان كيف هو، ما هي دعوة. ثم قال تعالى: قل يا رسولنا لهم أتعلمون الله بدينكم، لأنهم يباهون أو يفاخرون مؤمنون آمنا بالادعاء، قل لهم أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في قلوبكم وهو خالقها، أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فتأدبوا، كانوا غلاظ في أقوالهم وكلامهم، كأنهم يمنون على الله الإيمان وعلى رسوله، ويعلمون مؤمنون مؤمنون، فالله عليم بما في قلوبكم، أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، من الذرة السانح في الهواء والسابح في الماء كالسابح في السابح في الغباء، الكل معلوم لله عز وجل. هكذا يقول لهم، قل يا رسولا لهم أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى عنهم: يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك يا رسولنا، يمن عليك هؤلاء العرب من بني أسد أنهم أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. أرادوا أن يتعنتروا يتفوقوا على الرسول، أسلمنا لأجلك وكذا وكذا. والصورة هذه كلها آداب وأخلاق. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا تمنون علي أنكم أسلمتم، الله هو الذي يمن عليكم إسلامه إن هداكم وآمنتم وأسلمتم. تأديب عجيب، سبحان الله. فالذين ما يجتمعون على كتاب الله طول حياتهم أموات غير أحياء، ما يشعرون بالحياة أبدا.
الله أكبر. يمنون عليك أن أسلموا يا رسولنا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان. ثم قال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. خبر هذا والله كما سمعتم ما غاب في السماوات ولا في الأرض شيء إلا والله يعلمه من الذرة إلى المجرة، فكيف بكفر كافر أو إيمان مؤمن في قلبه؟ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء، وسبب ذلك هو خالقه الذي يخلق الشيء ينساه ولا يعرفه. ومن هنا يجب أن نخاف الله وأن نرابه وأن نرغب فيه ونطمع فيه، وهو معنا بسمعنا نسمع ونبصر، وهو معنا حيثما كنا ونحن بين يديه، فيجب أن نخافه ونرهبه فنطيعه ونحبه ونطيع من أمرنا بطاعته، بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. أولا: والله بصير بما تعملون. بصير يبصر ما تعملونه من أي عمل، بأيديكم بألسنتكم بقلوبكم بأي حال. ومعنى هذا يجب أن نرهب الله وأن نخافه، وإذا رهبنا وخفنا يجب أن نطمع فيه وأن نرغب فيما عنده وما لديه، وأن نوقف حياتنا عليه، لا نأكل إلا من أجله، لا نشرب إلا من أجله، لا نتزوج إلا من أجله، لا نطلق إلا من أجله، لا نبني ولا نهدم إلا من أجله، لا نزرع ولا نحصد إلا من أجله، إذ حياتنا يجب أن تكون وقفا عليه. واسمعوا قوله لرسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسألكم بالله الذي يوقف حياته على الله، يكذب، يسرق، يزني، يلوط، يفجر، يعق والديه، يخون، يغش؟ والله ما كان، لأن حياته وقف على الله عز وجل، فهو مع الله. إن أمره الله قال قال، أمره بالسكوت سكت، أمره بالمشي مشى، أمره بالقعود قعد، وهكذا حياته وقف على الله عز وجل. هذا هو العبد الصالح، هذا ولي الله الذي لا يخاف ولا يحزن لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة. واذكروا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عاشت أمتنا والله قرونا أكثرهم لا يفهمون من الولي إلا من كان على قبره قبة ويحلب به ويذبح له. هذه لطيفة كررناها آلاف المرات. لو تدخل إلى قرية وتقول: أنا جئت من قرية كذا، دلوني على ولي من أولياء القرية هذه، والله ما يأخذون بيدك إلا إلى قبر، ولا يفهمون أن وليا بينهم حي. كلام عجب هذا، والله كما سمعتم. لو تدخل القاهرة المعزية، قبل فترة من الزمان أنا جئت من الشام لأريد نزور ولي من الأولياء، والله ما يأخذون بيدك إلا إلى قبر، ما يعرفون ولي بين الناس حي. ومن ثم يزنون بنسائهم، يأكلون أموالهم، يشربون الخمر، يفعلون المعاصي لأنهم ما يقدرونها. لو علمت أن هذا ولي ما يستطيع أن يتكلم فيه كلمة أو ينظر إليه بنظرة شذا، إذا علم أنه ولي. وهذه مكيدة من مكائد الثالوث الأسود، اليهود والنصارى والمجوس سلبوا الولاية من الأحياء ووضعوها على الأموات. الميت ولي، الحي ما هو ولي؟ كل معه الخمر، اشرب معه الخمر، كل كذا، يسرق وسبه، ما يضرك. وإليكم صورة: كنا في قرية
وأجلس مع بعض المشايخ، فحدث أحدهم قال فلان قال كنت إذا زنيت ما نمر بالزقاق أو الشارع الفلاني لأن فيه سيدي فلان ولي يزني بمرأة مؤمن في القرية يفجر بها، لما يمشي ما يمشي على الشارع اللي فيه الولي، والله العظيم. أرأيتم فإن هبطنا وإن تعجبت قلت كيف هذا؟ نقول أما حكمتنا بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا وكولومبيا وحكمونا وسادونا وهبطوا بنا، لو كنا رباني أولياء الله يسلطهم الله علينا؟ لا والله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هم أولياء الله؟ كل مؤمن تقي ذكر أو أنثى هو لله ولي، أبيض أسود فقير غني قل ما شئت، كل مؤمن تقي هو لله ولي، يجب أن تحترمه وأن تعظمه وأن لا تؤذيه وأن لا تضره ولا ولا ولا، لأنه ولي الله. كل مؤمن تقي هو لله ولي، إذ قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أوليائك وصالح عبادك رب العالمين. نستمع إلى هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان طبيعة أهل البادية، وهي الغلظة والجفاء والبعد عن الكياسة والأدب. هذه حقيقة إلى اليوم، بيان طبيعة أهل البادية وهي الغلظة والشدة، ما يكون لينين ولا أرقاء ولا ولا، غلاظ قسات، هذه الطبيعة في كل مكان، وهذه الآية دليل ذلك ولا لا؟ شاهد ذلك؟ نعم. فلهذا ينبغي أن ننهي البادية. ورحم الله عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، عامل جهده في تحويل البادية إلى مدن وحضر، ويبعث إليهم علماءه يعلمونهم في الليل والنهار. ولكن نعم. ثانيا بيان الفرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمعا، فالإيمان من أعمال القلوب والإسلام من أعمال الجوارح، وإذا افترقا فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، والحقيقة هي أنه لا يوجد إيمان صحيح بدون إسلام صحيح، ولا إسلام صحيح بدون إيمان صحيح، ولكن يوجد إسلام صوري بدون إيمان، وتوجد دعوى إيمان كاذبة غير صادقة. كما بينت لكم هذا، كل مؤمن صادق الإيمان هو مسلم، إذ لا يؤمن ولا يسلم قلب وجهه لله أبدا. من آمن حق الإيمان وصدق التصديق الكامل ما يستطيع أن يخرج عن طاعة الله أبدا، فهو مسلم مسلم مسلم. وقد يكون الرجل يدعي الإسلام وما هو بمؤمن مسلم، ولكن ما آمن، ما في قلب إيمان بالله ولقائه. نعم. ثالثا بيان المؤمنين حقا، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. بيان المؤمنين بالصدق والحق، وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله، هؤلاء ثم لم يرتابوا أبدا ولا لحظة ولا حصل شك في إيمانهم، كما بين تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا ولم يرتابوا وجاهدوا بأموال وأنفسهم في سبيل الله. نعم. رابعا بيان حكم المن، وأنه مذموم من الإنسان ومحمود من الرحمن عز وجل، وحقيقة المن هي عد النعمة وذكرها للمنعم عليه وتعدادها المرة بعد المرة. هذا المن يفعله الجهال، تذكر ذاك اليوم الذي كنت عندنا ماذا فعلنا بك، هذه العمامة من اشتراها لك،
هذه السيارة من كذا، هذا المن مذموم مذموم، وهو في حق الله نعم يمن على من يشاء من عباده. أما تعطيه قلم تمن أعطيناك القلم الفلاني أركبناك في كذا، هذا ما يجوز أبدا. المن منا نحن ما يجوز، خلق فادح خلق سيء، لكن من الله نعم وأهل لذلك. نعم. وأخيرا بيان إحاطة علم الله بسائر المخلوقات وأنه لا يخفى عليه من أعمال العباد شيء. بيان علم الله وإحاطته بكل المخلوقات من الذرة إلى المجرة، السانح في الهواء كالسابح في الماء كالسابح في الغبرة، الكل عند الله عز وجل معلوم.